السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حاليا يسري سيد إمام، مدرس مساعد بكلية التجارة جامعة القاهرة. هدرس معاكم مادة إدارة الأعمال الصغيرة، الفرقة الرابعة، تحت إشراف دكتورة هند نجيب. اتكلمنا المرات اللي فاتت عن شرحنا لحد الفصل الرابع، وبدأنا في مراحل دورة المشروع. اتكلمنا عن مراحل دورة حياة المشروع الصغير. قلنا أول حاجة التأكد من توفر خصائص رائد الأعمال، ودي اتكلمنا عليها في الفصل الثالث، وتوليد ودراسة فكرة المشروع اللي هي جدول الفكرة اتكلمنا عليه في الفصل الرابع. والنهاردة هنتكلم عن ثالث مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع الصغير اللي هي وضع خطة الأعمال. في الفصل دوت في حاجات في الأول مش هناخدها، هنخش على طول على 3 قرارات رئيسية مرتبطة بتعريف المشروع. 3 حاجات لازم اخدها في الاعتبار وانا بدخل اي مشروع صغير جديد او قائم او ايا كان هيتعرف عليهم دلوقتي. هنتكلم اول حاجة عن الاسلوب المناسب لانشاء المشروع، تاني حاجة هنتكلم عن الشكل القانوني المناسب للمشروع اللي انا هنشئه دوت، تالت حاجة هنتكلم عن الموقع واختيار الموقع المناسب للمشروع. ندخل أول حاجة على اختيار الأسلوب المناسب للمشروع. يبقى هنتكلم عن ال3 حاجات ديت بالتفصيل. أول حاجة هنتكلم عن اختيار الأسلوب المناسب للمشروع. طيب إيه هو أفضل أسلوب إن أنا أختار أو معيار أختار من خلاله المشروع اللي أنا هقيمه دوت؟ إيه ما هو أفضل أسلوب من هذه الأساليب اللي هنتكلم عليهم، وما هي المعايير اختيار القرار المناسب؟ أخد قرار مناسب إزاي إن أنا أختار أحسن أسلوب لإقامة المشروع الصغير دوت؟ هل إيه هما الأساليب المتاحة عندي؟ عندي 6 أساليب. أول حاجة شراء مشروع قائم بالفعل، أشتري مشروع موجود بالفعل وأنا أشتريه من حد تاني، ولا إنشاء مشروع جديد لأول مرة، ولا الحصول على حق امتياز، ولا العمل من المنزل كمتعاقد مستقل، أو الالتحاق بحاضنة أعمال أو الأعمال الإلكترونية. ودول هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي، وهيتوقف اختيار البديل المناسب على، يعني أنا هختار بناء على إيه؟ بناء على إجراء مقارنة بين مزايا وعيوب كل منهما، يعني هشوف مزايا وعيوب كل أسلوب، ثم اختيار أفضلها على ضوء إمكانيات المشروع وظروف صاحبه. يبقى أنا هختار حسب إمكانيات اللي هو رائد الأعمال أو صاحب المشروع دوت، وحسب هشوف مزايا وعيوب كل أسلوب هنتعرف عليها دلوقتي. نتكلم أول حاجة، احنا قلنا أول واحد في الأساليب إن أنا بختار المشروع دوت ممكن أشتري مشروع قائم بالفعل، دي هنتكلم عليها في الأول. يبقى أول حاجة هنتكلم عن شراء مشروع صغير قائم. يعني ايه شراء مشروع صغير قائم؟ يعني يقصد بها ان ينفذ رائد الاعمال فكرته من خلال شراء مشروع يعمل في نفس المجال الذي يرغب الدخول فيه. يعني انا عايز اعمل مشروع مثلا في مجال معين، افتح شركة في مجال مثلا الجلود، ملابس، ايا كان في مجال انا حابب ان انا افتح فيه مشروع. فهشوف مثلا مشروع قائم موجود بالفعل وانا هروح اشتريه منه. يبقى أن ينفذ رائد الأعمال فكرته من خلال شراء مشروع يعمل في نفس المجال الذي يرغب الدخول فيه، ويتوقف القرار على حالة المشروع أو المشروعات البديلة المتاحة. طيب إيه مزايا بقى إن أنا أشتري مشروع قائم وإيه عيوبها؟ أهم المزايا إن أنا بيوفر لي الوقت والتكلفة والجهد، تقليل المشكلات الخاصة بإنشاء مشروع جديد، احتمال الحصول عليه بسعر مغري نتيجة اضطرار صاحبه لبيعه، الاستفادة من شهرة المشروع، القدرة على تقييم المشروع وتحديد جدواه. دي مزايا الشراء مشروع قائم. طب عيوبه ايه؟ احتمال سوء الموقع المقام عليه المشروع، احتمال وجود سمعة غير طيبة، تقادم المعدات والتسهيلات والمنتجات الموجودة، المبالغة في السعر خاصة في حالة قلة خبرة القائم بالشراء. طيب وحتى يتم تقييم السعر المعروض للبيع ومدى ملائمته لحالة المشروع، يجب القيام ب3 خطوات أساسية. يبقى احنا هنقيم السعر. يبقى انا دلوقتي هشتري مشروع قائم، هشتريه انا.
كرائد أعمال، طيب، أو كصاحب مشروع. طيب هقيم السعر المعروض للبيع دوت اللي عايز يبيع مشروعه دوت، هقيم السعر بناء على إيه؟ لازم أتبع 3 خطوات رئيسية عشان أقيم السعر المعروض. أول حاجة تقييم المشروع وتقدير العرض الخاص بك على ضوء 3 أو 4 حاجات. يبقى المرحلة دي بعمل تقييم للمشروع وتقدير العرض. بقيم المشروع إزاي؟ من خلال أول حاجة بدرس أسباب البيع، هل هي قهرية، شبه قهرية، اختيارية، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل. تاني حاجة تقدير القوة الإيرادية للمشروع. تالت حاجة تقدير القيمة المتوقعة للمشروع. رابع حاجة تقييم المشروع. يبقى أنا في المرحلة ديت بمر ب4 خطوات لازم أعملهم عشان أقيم المشروع وتقدير العرض الخاص به، وديت هتكلم عليها بالتفصيل في الخطوات اللي جاية. دي هنتكلم عليها، كل الحاجات دي هنتكلم عليها، ألف وب وج ود، دول هنتكلم عليهم بالتفصيل. تاني خطوة بعد تقييم المشروع وتقدير العرض بعمل مرحلة التفاوض. لازم أتفاوض على السعر من خلال إيه؟ تحديد القيمة العادلة والواقعية المقدرة للمشروع والمعتمدة على تقدير الأطراف الخبيرة، مع تحديد الشروط المناسبة للسداد، ثم التفاوض عليهما مع البائع فيما يطلق عليه لعبة شد الحبل. المرحلة دي هي بس كده، مش هنتكلم عنها أكتر من كده، هي مرحلة التفاوض ديت، بتفاوض على السعر. تالت حاجة مرحلة التعاقد بقى، يفضل الاعتماد على محامي ماهر لكتابة عقد الشراء شاملا كافة الجوانب التي تضمن حقوق رائد الأعمال وتجنبه أي ثغرة قد تحمله نتائج سلبية وضارة به وبالمشروع فيما بعد. يبقى أنا علشان أقيم السعر المعروض للبيع لازم أمر ب3 مراحل. أول حاجة تقييم المشروع وتقدير العرض الخاص، دي هنتكلم عليها بالتفصيل وهنشرح كل خطوة فيها. تاني حاجة بعمل عملية التفاوض، بعد كده بقوم بالتعاقد. ممكن يجي سؤال هنا، صح وغلط، تتم عملية تقييم السعر المعروض لشراء مشروع صغير قائم على مرحلة تقييم المشروع وتقدير العرض فقط؟ طبعا العبارة غلط، احنا لازم نمر ب3 مراحل عشان أقيم السعر المعروض. لازم أعمل تقييم المشروع والتفاوض والتعاقد. طيب هنتكلم أول حاجة، احنا قلنا هناخد بقى مرحلة اللي هي تقييم المشروع ديت وتقدير العرض، هنتكلم بقى في التفصيل في كل خطواتها. أول حاجة هناخد دراسة أسباب بيع المشروع. يجب أن يتعرف رائد الأعمال على أسباب البيع حتى يحدد مدى إمكانية الاعتماد عليها كنقطة قوة أو ضعف عند التفاوض. فإذا كان سبب البيع قهري، فإنه يعطي للمشتري قوة أكبر، اللي هي لشد الحبل، اللي عنده ظروف قهرية يقدر يتفاوض من خلالها بقى، يعني يدوس عليه، إلى جانبه في عملية التفاوض. والعكس صحيح، إذا كان السبب البيع اختياري، يعني اللي هيبيع دوت مش مضطر إن هو يبيع، ما عندوش سبب قهري، أو أن رائد الأعمال يرغب بشدة في الشراء، ويجب جمع معلومات من مصادر متعددة كعملاء المشروع ومورديه لمعرفة السبب الحقيقي للبيع، كما يمكن الاعتماد على المنافسين بحذر من خلال خدعة شهيرة، وهي الذهاب للتعامل معهم كعميل ثم سؤالهم عن سبب رغبة منافسهم في الخروج من السوق. وتعد البنوك مصدر أساسي للتأكد من عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية كالحجز أو رهن على المشروع، وتتنوع المصادر حسب طبيعة وموقع المشروع. يبقى أنا لازم أعرف أسباب البيع، هل هي قهرية وبالتالي أنا أقدر يعني أأثر قوي على البائع وأخد الموضوع لصفي، يعني في مرحلة التفاوض يعني، ولا هو كانت أسباب اختيارية فهيبقى صعب عليا إن أنا أتفاوض قوي، أو هو هيبقى متمسك بالسعر، أو إن أنا متمسك، أو إن أنا عايز أشتري المشروع ده جدا، فبالتالي هتغاضى عن موضوع التفاوض، يعني مش هتفاوض، يعني مش هقدر أأثر قوي على البائع يعني. تاني مرحلة، مرحلة تقدير القوة الإيرادية للمشروع. دي تاني حاجة بنتكلم عليها في خطوات تقييم المشروع وتقدير العرض. قلنا أول حاجة اللي هي لازم أعرف أسباب بيع المشروع، تاني حاجة تقدير القوة الإيرادية للمشروع. يعني إيه؟ كلما كان المشروع مدرا للإيراد زادت قيمته، يعني لازم أعرف هو بيجيب إيرادات قد إيه المشروع دوت، فكلما كان إيراداته عالية هتزيد قيمته. ويمكن معرفة ذلك بفحص سجلات المشروع وقوائمه المالية المنشورة التي يقدمها صاحب المشروع،
مع مراعاة التعامل معها بحذر، لأن صاحب المشروع عدها بالأساس للجهات الرسمية كالضرائب. وللأسف يخفي كثير من أصحاب المشروعات بعض الحقيقة، خاصة في ظل بيئة الأعمال المصرية. يبقى أنا أول حاجة لازم أعرف في مرحلة تقدير القوة الإيرادية للمشروع، إن كلما كان المشروع مدر للإيراد بيجيب إيرادات كتيرة زادت قيمته. لازم أبص على تحليل المركز المالي الحالي للمشروع ومراجعة قوائم الدخل والنسب المالية لتحديد موقف الربحية ونقاط الضعف والقوة بها. تالت مرحلة يبقى أنا أول حاجة خدناها اللي هي دراسة أسباب بيع المشروع، هل هي أسباب قهرية ولا اختيارية؟ أقدر القوة الإيرادية للمشروع، هل بيجيب إيرادات عالية ولا لأ؟ بعرف كده من خلال اللي أنا ببص على الدفاتر والسجلات بتاعة المشروع الحالية، أو بحلل المركز المالي الحالي للمشروع وبعمل مراجعة لقوائم الدخل والنسب المالية للمشروع. تالت حاجة بعمل تقدير القيمة السوقية المتوقعة للمشروع. ايه القيمة؟ يعني المشروع دوت بعمله تقدير في السوق دلوقتي ثمنه يساوي كام، ممكن اعرف من البدائل بتاعته. يعني يمكن الاستعانة بالمعادلة التالية، ناخد معادلة تقدير القيمة السوقية للمشروع. بحسبها ازاي؟ عشان اعرف قيمة المشروع اللي هي السوقية بتساوي حجم الايرادات المتوقعة على معدل العائد السائد على الاستثمار. يعني بقسم حجم الإيرادات المتوقعة اللي بيجيبها المشروع على معدل العائد للاستثمار. فلو افترضنا أننا نريد اختيار أفضل مشروع من بين 3 مشروعات معروضة للبيع، لابد أن تتم المقارنة بينهم على ضوء المعلومات الموضحة في الجدول التالي. لو عندي 3 مشروعات، مشروع ألف وب وجيم، كل الإيرادات اللي بتيجي من كل مشروع، المشروع الأول 500، المشروع اللي هو ب بيجيب إيرادات 350، القيم دي بال1000 جنيه، المشروع التالت بيجيب 550. معدل العائد على الاستثمار لكل مشروع 50%، 33%، 25% على التوالي. إذا لو حسبت بقى قيمة المشروع، هقسم الإيرادات المتوقعة اللي هي مثلا لو في مشروع ألف 500 على معدل العائد للاستثمار اللي هو 50%، هيديني 1 اللي هو مليون. يعني المشروع التاني هيديني، لو قسمت قيمة الإيرادات المتوقعة على معدل العائد للاستثمار، هيديني 1,100,000. المشروع التاني هيديني 2,200,000. يبقى إذا أنا مين اللي بيحقق لي أو قيمة المشروع في السوق أكبر واحد اللي هو مشروع جيم. يبقى إذا القرار اختيار المشروع جيم الذي يحقق أعلى قيمة سوقية من بين ال3 بدائل. ويدلنا هذا المثال على ضرورة عدم التسرع بقبول المشروع الذي يحقق أعلى قيمة معدل عائد على الاستثمار فقط، لأنه قد يكون الأقل في القيمة السوقية. يبقى أنا لما ألاقي، إحنا هنلاحظ من المثال دوت إن المعدل العائد على الاستثمار أعلى حاجة اللي هو مشروع ألف، جاب لنا أقل قيمة سوقية للمشروع. يبقى انا ما تخمش ان معدل العائد ده عالي يبقى بالتالي قيمة المشروع دوت عالي، لا. يبقى انا هنا اختار اكبر قيمة سوقية للمشروع اللي هو الجيم اللي بيحقق لي اعلى قيمة سوقية. بالتالي لازم ناخد بالنا من عدم التسرع بقبول المشروع الذي يحقق اعلى قيمة معدل عائد على الاستثمار. لازم اخد في الاعتبار كمان الايرادات المتوقعة دي. ممكن تيجي يجي سؤال في الامتحان، يجي لك مثلا في شكل سؤال ان انت تحسبه. يعني مثلا مشروع، لو افترضنا ان في 3 مشروعات مثلا، وهتختار ما بينهم، هتشتري مشروع صغير قائم وهتختار من بين 3 بدائل، ويجيب لك مثلا المشروع الاول في شكل سؤال عادي، الايرادات بتاعته كذا والمعدل العائد كذا والمشروع التاني كذا والمشروع التالت كذا، هتحسب وهيجي لك مثلا اذا هنختار المشروع الف. فانت لو الف هنا الاجابة غلط، هتحسب انت القيمة بتاعت كل واحد، القيمة السوقية لكل مشروع، وهنختار في الاخر لا، ده مشروع جيم هو اللي هنختاره، القرار هيبقى عليه. رابع حاجة في مرحلة تقييم المشروع وتقدير العرض، ان انا بعمل تقييم للمشروع. يجب تقييم كافة أصول المشروع لتقدير القيمة المناسبة للمشروع من وجهة نظر المشتري،
والتي يتوقف عليها قبول أو رفض السعر المعروض عليه، ويمكن الاستعانة بقائمة تسجل فيها كافة الأصول الموجودة بالمشروع، ويوضع أمام كل أصل منها 3 قيم يمثل أولها القيمة التي تقدرها بنفسك أو بمساعدة خبرائك، وثانيها السعر الحالي للمشروع في السوق، وثالثها القيمة التي يقدرها ويعرضها البائع للمشروع. وتتيح هذه البيانات الوصول للقيمة العادلة لكل أصل من خلال مقارنة القيم الثلاثة له، ثم جمع القيم التقديرية لكل الأصول للحصول على القيمة المقدرة للمشروع من وجهة نظرك والتي تحدد حدودك في عملية التفاوض. يبقى أنا في مرحلة تقييم المشروع لازم برضو أقيم أصول المشروع اللي موجودة فيه، أعمل لها تقدير، أقدرها من وجهة نظري أنا وأقدرها بمساعدة الخبراء اللي أنا هجيبهم، وأعرف السعر الحالي للمشروع في السوق. يبقى أنا مقيم المشروع بناء على الحاجات دي كلها. يعني أنا أول حاجة بعملها إن أنا بعمل دراسة أسباب البيع، هل هي قهرية ولا شبه قهرية ولا اختيارية. بعمل تاني حاجة تقدير القوة الإرادية للمشروع. تالت حاجة بحسب القيمة المتوقعة للمشروع اللي هي السوقية. رابع حاجة بعمل تقييم للمشروع، بقيم المشروع إن أنا ببص بحط قدامي كده، بكتب مثلا قدامي إن أنا عندي لازم أقيم أصول المشروع إيه هي، بحسبها بقدرها وقد من خلال أنا تقدير لنفسي أو بمساعدة الخبراء بتوعي، بعرف السعر الحالي للمشروع في السوق بحطه برضو قدام عيني وأنا بقيم المشروع اللي أنا هاخده. تالت حاجة بقيم القيمة اللي بيقدرها ويعرضها البيع المشتاق للمشروع. يبقى انا عشان اختار في الاخر بقى النهائي المشروع دوت، او اقيم المشروع اللي انا هاخده دوت، هل هاخد الف ولا ب ولا ج، بحط قدامي كده لازم اعرف القيمة اللي انا بقدرها بنفسي. انا شايف ان المشروع دوت اصوله تقدر بتمن ايه، ومعايا كمان سعر اللي قدره الخبراء، والسعر الحالي للمشروع في السوق اللي انا قدرته، القيمة السوقية بتاعته في السوق، وكمان القيمة بقى اللي هو عارضها البائع. أقارن كده كل الكلام ده كله، في الآخر أخد قرار هل هو فعلا السعر ده مناسب ولا لأ. هنتكلم تاني حاجة بقى على إنشاء مشروع صغير جديد. احنا أول حاجة خدناها إنشاء مشروع صغير قائم، تاني حاجة بناخدها إنشاء مشروع صغير جديد. مش احنا قلنا في الأول خالص هنتكلم على الأسلوب المناسب لإنشاء المشروع، قلنا إن في أكتر من أسلوب لإنشاء المشروع، هل أختار إن أنا أشتري مشروع قائم بالفعل ولا إنشاء مشروع جديد؟ فأنا دلوقتي هنتكلم على إنشاء مشروع جديد. أنا برجع كل شوية عشان ما نتلخبطش إحنا بنتكلم على إيه. إنشاء مشروع صغير جديد ده الأسلوب التاني لإنشاء المشروع. احنا كل ده بنختار افضل اسلوب لانشاء المشروع، هل هو انشاء مشروع قائم، كل واحد حسب مزايا وعيوبه. هنا هنتكلم عن انشاء مشروع صغير جديد، جديد بقى لاول مره. هيبقى ليه عده مزايا قد لا تتوفر عند شراء مشروع قائم. من هذه المزايا اول حاجه اعطاء حريه اكبر عند انشاء وتجهيز المشروع بالشكل الذي يحدده رائد الاعمال. تاني حاجة عدم فرض أي قيود في التعامل مع موردين معينين أو بيع تشكيلة معينة من المنتجات. ما فيش حاجة أنت مفروضة عليك، مش أنا مش مضطرة أتعامل مع موردين الناس كانوا، يعني لو أنا مشروع قائم لازم أتعامل مع نفس الناس اللي المشروع اللي فات كان بيتعامل معي، أو هيبقى مجبر، أو يعني معايا أسماء متاحة قدامي، عندي المعدات موجودة. فأنا هنا لأ، في المشروع الجديد أنا اللي هعمل كل حاجة بمزاجي. إعطاء حرية أكبر عند إنشاء وتجهيز المشروع، عدم فرض أي قيود في التعامل مع موردين معينين أو إن أنا أبيع تشكيلة منتجات معينة. تالت حاجة إمكانية وضع استراتيجيات وخطط وبرامج ومنتجات وطرق تعامل جديدة. أما عيوب إنشاء مشروع جديد فهي عكس مزايا شراء المشروع القائم، ومن الممكن أن يضم المشروع الجديد عدد من أفراد الأسرة أو العائلة، وهنا ياخد شكل الأعمال العائلية اللي هي الفاميلي بيزنس، وهي أحد الأشكال الشائعة في مجال المشروعات الصغيرة.
يبقى انا المزايا بتاعت المشروع دوت ليه مزايا ان انا ما فيش اي قيود هتبقى عليا، انا بعمل كل حاجة من جديد، انا اللي بحط الاستراتيجيات والخطط بتاعتي والطرق اللي هتعامل معاها بيها. اما عيوبه هي عكس المزايا بتاعت مشروع القائم. كان ايه بقى المزايا؟ اه، يبقى انا المزايا بتاعت انشاء مشروع قائم هي تعتبر في نفس الوقت عيوب لانشاء مشروع جديد. ازاي؟ ان هو هنا انا بقى العكس بقى، لو انا في المشروع القائم هوفر وقت وجهد، لا انا هناك هيبقى عندي تكلفة في الوقت والجهد وكل حاجة، هيبقى عندي كل ده. هنا لو هقلل المشكلات الخاصة بإنشاء مشروع جديد، لا ده أنا كده عندي مشاكل خاصة بإنشاء مشروع جديد، وفي احتمال لحصول الحصول عليه بسعر مغري نتيجة اضطرار صاحبه اللي بيعي، لا هنا بقى مش هحصل عليه بسعر مغري، العكس بقى. كل المزايا دي هتبقى عيوب، عيوب عكسها عيوب للمشروع الجديد. تالت حاجة هنتكلم عليها يبقى أفضل الأساليب اللي أنا على أساسها هنشئ مشروع جديد أو مشروع صغير. قلنا أول حاجة إنشاء مشروع صغير قائم، تاني حاجة إنشاء مشروع صغير جديد، تالت حاجة الحصول على حق امتياز اللي هو الفرانشايز. نظام الامتياز التجاري يقوم صاحب علامة تجارية ناجحة اللي هو مانح الامتياز باستثمارها وتأجيرها للمستثمرين، يطلق عليهما أحيانا المستأجرين ويوافق. يبقى أنا عندي مستثمر اللي هو هيستأجر العلامة التجارية ديت، ويوافق لهما على استخدام حق أو أكتر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلع أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز، وفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية بمقابل مادي. يبقى هنا حق الامتياز، الحصول على حق الامتياز دوت ان انا بروح بشوف مثلا علامة تجارية ناجحة او مشهورة واستأجرها او أأجرها من صاحبها. يبقى دوت بيقوم صاحب علامة تجارية ناجحة اللي هو مانح الامتياز باستثمارها، بيستثمر العلامة التجارية ديت وبيأجرها للمستثمرين أو اللي هم بنسميهم المستأجرين، وبيوافق لهما على استخدام حق أو أكتر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلع أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز. يبقى أنا مثلا عايزة مثلا أبيع زي ماكدونالدز مثلا، أو آخد أبقى أفتح مشروع بتاعي يبقى تحت اسم أو أستأجر علامة تجارية بتاعة ماكدونالدز، فأنا كده باخد حق اللي هو الفرانشايز دوت، بروح أستأجر اسمهم، يبقى ليا الحق إن أنا مثلا أبيع منتجاتهم تحت رعاية العلامة التجارية بتاعتهم. كل دوت بفلوس، وبرضو مع الالتزام ان انا بيقولوا لي لازم تفتح مثلا في منطقة معينة والفترة الزمنية محددة هما اللي بيحددوها لي ولازم التزم بيها. يبقى دوت الحصول على حق الامتياز. يبقى انا افتح مشروع صغير بس بعلامة تجارية ناجحة بشوفها واروح اخد الامتياز، حق الامتياز دوت ان انا اجر العلامة التجارية ديت. طيب حقوق الحاصل لكل طرف فيهم ليه حقوق، يعني أنا عندي حقوق الحاصل على الامتياز وحقوق مانح الامتياز. الحاصل على الامتياز دوت اللي هو المستأجر أو اللي هو المستثمر ليه حقوق اللي هو الحق في توزيع المنتج في منطقة معينة، الحق في توزيع المنتج في منطقة معينة، الحصول على المعدات ومستلزمات الإنتاج وطرق التصنيع وتوريد كل أو بعض المواد بسعر منافس، تزويد العاملين بالمهارات اللازمة للعمل وطرق التصنيع وخدمة العملاء، المساعدة في التسويق من خلال تحمل جزء من حملات التسويق. أما حقوق مانح الامتياز هي متابعة تجهيز المشروع للتأكد من مطابقته للمواصفات كتركيب المعدات ووسائل الدعاية والتركيب والعلامات والدهانات وطرق العرض
والالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات والإرشادات حتى يضمن التنميط. طيب، إيه مزايا وعيوب كل طريقة؟ المزايا: الاستفادة بالخبرات الإدارية والوظيفية والاسم والسمعة لمنح الترخيص والاستثمار في نشاط تجاري ناجح. أما عيوبها: فقد الهوية، فصاحب المشروع غير معلوم لأحد. أنا كصاحب مشروع أنا مش معروف، أنا واخد هوية حد تاني أو علامة تجارية خاصة بحد تاني. المشاركة في الأرباح: تشدد الشركات، يبقى أنا أي حاجة بكسبها لازم بياخدوا منها فلوس يعني. تشدد الشركات المانحة لحق الامتياز يحد من مرونة في اتخاذ القرارات. رابع حاجة نتكلم عليها: العمل من المنزل كمتعاقد مستقل. ده الأسلوب الرابع لإنشاء مشروع صغير. ويعرف المتعاقد المستقل بأنه الشخص الذي يتعاقد لأداء خدمات للآخرين دون أن يكون موظفا لديهم، لذلك يطلق على كل من يعمل لنفسه متعاقد مستقل. وكثير ممن لديهم القدرة على تقديم خدمات متخصصة استطاعوا أن يؤسسوا أعمالهم الخاصة، ويطلق عليهم مستقلون لأنهم يحققون دخلهم من خلال عملهم الخاص المستقل. وتتعدد مجالات عملهم، فمنهم المتخصصين كالأطباء والممرضين والمحاسبين وفنانين الجرافيك والسباكين، ومنهم ذوي التخصصات المتقدمة أو الفنية كمبرمجي الحاسب والمهندسين. يبقى دوت متعاقد مستقل بيقدم خدمة أو خدمات للآخرين دون أن يكون موظف لديهم، زي الأطباء والممرضين والمحاسبين. خامس حاجة في الأساليب إنشاء المشروع: الالتحاق بحاضنة أعمال. دي منظومة متكاملة تعتبر كل مشروع صغير منضم إليها كأنه وليد يحتاج لرعاية فائقة واهتمام شامل، لذلك يحتاج إلى حاضنة تضمه منذ مولده لتحميه من المخاطر التي قد تحيط به وتمده بطاقة الاستمرارية، وتدفع به تدريجيا حتى يصبح قويا قادرا على النماء ومؤهلا للمستقبل ومزودا بفعاليات وآليات النجاح بمفرده. يبقى ديت منظومة متكاملة بتعتبر أي مشروع صغير بينضم إليها كأنه وليد يحتاج لرعاية فائقة، هي اللي بتحميه من المخاطر وبتحيطه وبتمده بالطاقة عشان يستمر وهكذا. وتهدف الحاضنات إلى تطوير أفكار جديدة لمشروعات مبتكرة أو للمساعدة في توسيع مشروعات قائمة، وكذلك مساعدة أصحاب الابتكارات والاختراعات في تحويل أفكارهم إلى منتجات أو نماذج أو عمليات قابلة للتسويق، وكذلك توفير الدعم والتمويل والخدمات الإرشادية والتسهيلات المتاحة لمنتسبيها، وتوفير خدمات للجهات التمويلية مثل الأبحاث والمعرفة والتدريب والإشراف والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو، إضافة إلى مراجعة عمليات التشغيل لمنتسبيها بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرسومة لها. خامس حاجة: الأعمال الإلكترونية الصغيرة كأسلوب من أساليب إنشاء مشروع صغير. وتساهم التطورات التكنولوجية المتلاحقة في زيادة نمو المجتمع الإلكتروني، اللي هي زي شبكات التواصل الاجتماعي، إن أنا أعمل مشروع صغير مثلا أونلاين زي الحاجات المنتشرة دلوقتي، مثلا بيبيعوا ملابس أونلاين، بيبيعوا منتجات للبشرة للشعر، الكلام ده كله على السوشيال نتورك. ويمثل هذا المجتمع سوقا كبيرا أمام المشروعات الصغيرة، خاصة وأن الدخول إليه لا يتطلب نفس تكلفة الدخول للأسواق المادية. فمن الممكن إنشاء الأعمال الإلكترونية في زمن قياسي بتكلفة منخفضة، ويتوقف ذلك على حجم ودرجة احتراف صاحب المشروع، لكن لا يجب أن يفهم من ذلك أن هذا الشكل من الأعمال ليس له متطلبات مثل الأعمال المادية، حيث يعد توفر المعرفة خاصة التكنولوجية عاملا أساسيا للتعامل مع هذا العالم الإلكتروني. فهو يعتبر من الحاجات السهلة اللي ممكن الواحد يخشها، بس هو بيتطلب يعني
مش هيتطلب تكلفة عالية زي الدخول في الأسواق العادية، وبالتالي كذا يعني كتير بيستسهلوا إن هما يعملوا مثلا حاجات أونلاين على النت وكده. يبقى أنا عندي 5 أساليب لإنشاء مشروع صغير. قلنا أول حاجة إنشاء مشروع قائم، تاني حاجة إنشاء مشروع صغير جديد، تالت حاجة قلنا الحصول على حق الامتياز، رابع حاجة اللي هو اللي هي الاعتماد على حاضنة الأعمال، خامس حاجة اللي هي الأعمال الإلكترونية. هنتكلم تاني حاجة على، يبقى كده خلصنا الأساليب اللي هو إنشاء مشروع صغير. تاني حاجة هنتكلم عليها على اختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع. السؤال هنا، هل المشروعات الصغيرة ديت تمتلك الحرية في عمل ما تشاء دون التقيد بأي التزامات قانونية؟ طبعا الإجابة غلط. ده اعتقاد خاطئ، لأنها لازم برضو تقع عليها مسؤولية اجتماعية تتطلب منها الالتزام بالعديد من المبادئ والقوانين. لازم أي مشروع هيلتزم بقوانين فيبقى عليه التزامات اجتماعية تجاه مجتمعه. يعني مع تعدد الأشكال القانونية للمشروعات يطرح تساؤل حول أكثر هذه الأشكال ملائمة للمشروعات الصغيرة. إيه الشكل المناسب للمشروعات الصغيرة؟ الإجابة بقى إن هو لا يوجد قرار مناسب أو أمثل يناسب كافة الظروف، كل مشروع حسب ظروفه، لأن اختيار الشكل القانوني المناسب يتوقف على العديد من العوامل كطبيعة وحجم المشروع وعدد الملاك وكيفية تمويله. كل مشروع حسب طبيعته وحجمه والإمكانيات بتاعته والملاك اللي هما بيمتلكوه وحجم المشروع إيه والتمويل اللي بيقدمه إيه. ومن الأشكال القانونية المطروحة أمام مالك المشروع الصغير يوجد المشروع الفردي اللي هو مشروع الرجل الواحد، مشروع وصاحبه كيان واحد لا ينفصلان، واللي هو المشروع الفردي. وفي عندي الشركات، دول بيبقوا عبارة عن فردين أو أكتر. يبقى أنا الشكل القانوني بيختلف حسب طبيعة وحجم المشروع وعدد ملاكه. فلو أنا مثلا القانون بيختلف حسب لو ده مشروع فردي، لو مشروع شركات أو شركات أموال، حسب نوع المشروع إيه. فأنا عندي أشكال للمشروع، في عندي المشروع الفردي اللي هو بيبقى المشروع الرجل الواحد اللي هو المشروع وصاحبه كيان واحد لا ينفصلان، ده مشروع شخص واحد اللي فيه المالك هو اللي بيدير كل حاجة، ما فيش أي حد غيره، ده مشروع فردي. أما الشركات اللي هو فردين أو أكتر، والشركات نوعين أساسيا، هما شركات الأشخاص أو شركات الأموال. شركات الأشخاص بيقوم على شخصية أصحابها، هي جزء منهم وهم جزء منها، برضه فردين أو أكتر. وشركات الأموال اللي هو المال هو الباقي ولا يهم شخصية من يملكه. ومن السهل إحلال مالك مكان آخر، بيع أسهمه للغير. يبقى شركات الأشخاص دي قايمة على شخصية، يعني هي هما اللي بيديروها، هما جزء منها، والشركة هي جزء من شخصيتهم وهم جزء منها. أما شركات الأموال المال هو أو اللي هي بتاعة الأسهم بقى، كل واحد بالسهم بتاعه بتقوم على السهم أو بالمال. ممكن الفرد يتغير بواحد تاني حسب السهم اللي هيدخله بيه، حسب المال يعني. ايه بقى العوامل اللي بتأثر على قرار اختيار الشكل القانوني المناسب؟ أول حاجة درجة الخطر المتوقعة في الأعمال، كلما كانت المخاطر مرتفعة كلما كان الاعتماد على الأشكال القانونية التي تتيح المسؤولية المحدودة اللي هي مناسبة أكتر لحماية الأملاك الخاصة للملاك في حالة تحقيق الخسائر، إلا إذا أراد الملاك تحمل هذه المخاطر. يبقى العوامل اللي بتأثر على اختيار الشكل القانوني درجة الخطر المتوقعة في الأعمال، تاني حاجة مصاريف وإجراءات إنشاء واستمرار الشكل القانوني، تالت حاجة الحاجة لزيادة الاستثمارات. يبقى أنا عندي إيه العوامل اللي بتأثر لي على قرار اختيار الشكل المناسب القانوني؟ أول حاجة درجة الخطر المتوقعة
المتوقعة في الأعمال، كلما كانت المخاطر مرتفعة كلما الاعتماد على الأشكال القانونية اللي بتتيح المسؤولية المحدودة كان أفضل لحماية الأملاك الخاصة للملاك في حالة تحقيق خسائر، إلا إذا أراد الملاك تحمل هذه المخاطر. تاني حاجة، مصاريف وإجراءات إنشاء واستمرار الشكل القانوني تعد المشروعات الفردية وشركات التضامن الأسهل في التأسيس، بينما تزداد الإجراءات والمصروفات والمستندات تعقيدا كلما اتجهنا نحو الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة. قد يرغب الملاك في هذه الأشكال لحماية الملكية الخاصة بهم وجعل مسؤولياتهم محدودة بمقدار رأس المال المستثمر في المشروع. تالت حاجة، الحاجة لزيادة الاستثمارات. تستطيع الشركات المساهمة في حالة الرغبة لتمويل استثمارات جديدة طرح أسهم للاكتتاب فيها في بورصة المشروعات الصغيرة، لكن إذا كان هناك بديل آخر للتمويل غير إصدار الأسهم فلا يوجد مبرر لاختيار هذا الشكل القانوني المكلف، ويمكن الاعتماد على الشركة ذات المسؤولية المحدودة لتحقيق نفس الهدف بطريقة أبسط وأكثر مرونة من الشركات المساهمة. تالت حاجة بقى نتكلم على اختيار الموقع المناسب. احنا تاني كنا بنتكلم من الأول خالص على 3 قرارات رئيسية هتهمني وأنا بنشئ مشروع. أول حاجة لازم أعرف إيه الأسلوب المناسب لإنشاء المشروع، وخدنا 5 أساليب. تاني حاجة اتكلمنا على الشكل القانوني المناسب للمشروع اللي بيختلف في عوامل بتأثر عليه وبيختلف حسب طبيعة وحجم المشروع وعدد الملاك اللي هما بيمتلكوه. تالت بقى حاجة هنتكلم على الموقع المناسب للمشروع. اللي هو اختيار الموقع المناسب للمشروع، يعتبر قرار اختيار موقع المشروع الصغير قرار استراتيجي طويل الأجل يصعب تغييره دون تحمل خسائر كبيرة. يبقى أنا بختار الموقع ده قرار، يعني أنا هختار بقى حسب المكان الجغرافي بتاعه في أي محافظة في أي مدينة في أي حي، هيختلف. ده يعتبر قرار استراتيجي طويل الأجل، يعني ده اللي هيقعد معايا على طول، مش هينفع أنا أبنيه في مكان وأرجع أغيره يعني. وقد يكون موقع المشروع أحد أهم مفاتيح نجاحه، خاصة في بعض الحالات التي يمثل الموقع فيها ميزة تنافسية، لذلك يحتاج اتخاذ هذا القرار إجراء دراسة تفصيلية عن المواقع البديلة المتاحة. طبعا الموقع دوت أهم حاجة، أهم مفتاح لنجاح أي مشروع. يعني مثلا لو انا هفتح مشروع في وسط البلد تجاري، طبعا هيبقى مكسبه اكتر بكتير ما تفتحه في حتة مثلا نائية بعيدة، فالموقع بيأثر برضو على نجاح المشروع. لكن لو افتح مثلا مصنع او حاجة صناعية، فاوكي ممكن اروح في 6 اكتوبر في مناطق بعيدة اللي هي الهادية، مفيش مشكلة يعني، مش هبيع يعني. ونظرا لعدم توافر قاعدة موحدة لاختيار الموقع المناسب، يجب على رائد الأعمال استبعاد المواقع التي لا تضيف لنجاح المشروع، ثم يتم اختيار الموقع المميز من بين البدائل المتبقية. في عندي 4 أسئلة بتوفر على رائد الأعمال عملية التفكير واتخاذ القرار في موضوع الموقع دوت. أول حاجة لازم يسأل نفسه، هل يمثل الموقع أحد مفاتيح نجاح المشروع؟ هل هيفرق معايا المكان في نجاح المشروع؟ تاني حاجة، ما هي المواصفات الواجب توفرها في الموقع المميز دوت؟ تالت حاجة، قيمة الإيجار التي يمكن دفعه اللي هيقرر برضو بناء على الإيجار بتاع المكان دوت، هل هو هيقدر يوفر ولا لأ؟ هل الموقع المقترح مناسب للأغراض المخططة له؟ يبقى أنا اللي هيوفر وقت أو هيأثر على رائد الأعمال إن هو يختار الموقع المناسب من خلال 4 حاجات لازم يسألها لنفسه، هل الموقع دوت سبب في نجاح المشروع أو هيأثر على نجاح المشروع؟ ما هي المواصفات الواجب توفرها في الموقع؟ الإيجار اللي هيدفعه هل هيفرق بقى تمنه كام؟ الموقع المقترح مناسبا للأغراض المخططة له؟ هنتكلم بعد كده على تأثير طبيعة المشروع على قرار اختيار الموقع. مستويات الاختيار، قد تتطلب طبيعة المشروع تكرار عملية الاختيار على 4 مستويات متتالية، يتم تطبيق معايير خاصة في كل مستوى منها. يبقى أنا ممكن طبيعة المشروع دوت
تأثر لي على اختياري للموقع بناء على 3 أو 4 مستويات. هختار بناء على هحدد المحافظة التي يتم إنشاء المشروع بها. تاني حاجة هحدد المدينة اللي هيبقى موجود فيها المشروع، ثم الحي، ثم الموقع المحدد. يبقى أنا طبيعة المشروع هي اللي هتحدد لي أنا هختار الموقع إزاي. هختار على أساس المحافظة، ثم المدينة، ثم الحي، ثم الموقع المحدد فيها. فقد يتطلب المشروع ضرورة إقامته في محافظة بعينها، أو المقارنة بين عدة محافظات مناسبة لإنشائه. ممكن المشروع دوت لازم يبقى موجود في محافظة معينة أو عدة محافظات مختلفة. يبقى أنا بيهمني أختار الموقع بناء على المحافظة، المدينة، الحي، الموقع المحدد. فعلى سبيل المثال، عند التخطيط لإنشاء مزرعة سمكية، لابد أن تبدأ عملية اختيار الموقع بالمستوى الأول، وهو اختيار المحافظة التي تتوفر فيها مجاري مائية مناسبة، وهكذا بالنسبة للمدينة أو الحي أو الموقع. بدائل الاختيار، يبقى أنا أول حاجة اتكلمنا عن مستويات الاختيار. يبقى أنا تأثير طبيعة المشروع على قرار اختيار الموقع، أول حاجة اتكلمنا على مستويات الاختيار. تاني حاجة بدائل الاختيار، بتؤثر طبيعة المشروع سواء بقى صناعي، تجاري أو خدمي على البدائل المطروحة لإنشائه، حيث تتعدد البدائل المتاحة للموقع ولكل منها مزايا وعيوب. فمثلا عندي هنا، هنلخص القصة ديت في ايه. انا عندي في مناطق صناعية، وفي عندي وسط المدينة، وفي عندي المراكز التجارية اللي هي داخل وخارج المدينة. المناطق الصناعية ديت اللي هي موجودة في المدن الجديدة، والمناطق الصناعية اللي هي في جنوب الوادي والعباسية، واللي هي الأماكن البعيدة النائية ديت، المدن الجديدة اللي هي 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديد وبدر والعبور، المناطق اللي هي النائية دي بتناسب أكيد المشروعات الصناعية اللي هي وتتوفر بها المرافق وقد تعفى من الضرائب. أما وسط المدينة اللي هي المناطق الآهلة للسكن، تتميز بكثافة المشاة، الناس في كثافة سكان هناك، وتوفر المواصلات العامة، وبعض المناطق القديمة مثل شارع فؤاد والأزهر وقصر النيل. عيوبها بقى إيه؟ ارتفاع التكاليف طبعا، مشكلة المرور، ودي بتناسب المشروعات التجارية والخدمية. يبقى أنا عندي المناطق الصناعية اللي هي بتبقى موجودة في المدن الجديدة والمناطق الصناعية البعيدة، دي بتناسب المشروعات الصناعية، ومزاياها إنها بتتوفر بها المرافق وبتعفى من الضرائب. اللي هي في وسط المدينة اللي يبقى فيها كثافة سكانية وكثافة مرورية وكل حاجة زي وسط البلد، عيوبها ارتفاع التكاليف ومشكلة المرور، ومزاياها طبعا بتناسب المشروعات التجارية والخدمية. أما المراكز بقى التجارية اللي موجودة جوه المدينة أو خارجها، داخل المدينة زي مباني متعددة الأدوار تخصص للمشروعات التجارية والمكاتب الإدارية والاستشارية، خارج المدينة زي مباني مسطحة غالبا تنشأ في أطراف المدن للبعد عن مشكلات المرور وضمان توفر المساحة اللازمة. مزاياها ليس بها عيوب، وسط المدينة متناسب المشروعات التجارية والخدمية برضو. يبقى أنا لما باجي أختار الموقع المناسب، بختار على أساس مستويات الاختيار اللي هي المحافظة، بعد كده المدينة، بعد كده الحي، ثم الموقع. وبختار على أساس بدائل الاختيار اللي هي بتتأثر حسب طبيعة المشروع، هل هو صناعي ولا تجاري ولا خدمي. يعني مثلا لو أنا مشروع صناعي هختار مناطق صناعية، تجاري أو خدمي بقى هقرر بين وسط المدينة، بس هي مشكلتها إن هي ارتفاع التكاليف ومشكلة المرور، والمراكز التجارية اللي أنا بعملها داخل أو خارج المدينة. خارج المدينة اللي هي في الأطراف النائية في المدن مثلا البعيدة، يعني باخد الأطراف بتاعة المدن اللي هي بتبقى بعيدة عن المشكلات المرورية، أو داخل المدينة، داخل بقى التجمعات السكانية وكده. تالت حاجة باخد في الاعتبار مجموعة القرارات المتعلقة بخدمات ومنتجات المشروع.
خلصنا الثلاث قرارات اللي باخدها في الاعتبار وانا بنشئ مشروع. اول حاجة بشوف ايه الاسلوب المناسب لانشاء المشروع، تاني حاجة بشوف الشكل القانوني المناسب للمشروع، تالت حاجة بختار الموقع المناسب للمشروع بناء على كذا حاجة، هل هو بشوف مستويات الاختيار ايه، بشوف بدائل الاختيار. كده خلصنا الثلاث قرارات دولت، هنخش بقى على حاجة تانية خالص اللي هي مجموعة القرارات المتعلقة بخدمات ومنتجات المشروع. خلاص احنا اخترنا الاسلوب اللي انا هعتمد عليه اللي هو مثلا سواء هنشئ مشروع قائم بقى ولا جديد ولا هاخد حق امتياز او ايا كان، واخترت الموقع بتاعي وشفت الشكل القانوني المناسب ليا. هبدأ بقى اخش على الخدمات والمنتجات اللي انا هقدمها في المشروع. لازم اخد في الاعتبار مجموعة قرارات وانا اشوف هقدم منتجات ايه ولا خدمات ايه. اول حاجة لازم اختار نظام الانتاج اللي انا هعتمد عليه. برضو ده يعتبر من القرارات الاستراتيجية الهامة اللي يصعب التراجع فيها. لو تراجعنا فيها ده هنتحمل تكاليف باهظة قد تؤثر على المزايا التنافسية للمشروع. ويرتبط بنظام الإنتاج قرارات عديدة زي مستويات التكنولوجي، التجهيزات اللازمة له، وتحديد الطاقة الإنتاجية، والتنظيم الداخلي للتسهيلات الإنتاجية. في البداية يجب اختيار نظام الإنتاج المناسب وفقا لطبيعة العملية الإنتاجية وحجم الطلب على منتجات المشروع. وتصنف نظم الإنتاج إلى نظامين، نظام الإنتاج المستمر ونظام الإنتاج المتقطع. خصائص النظام الإنتاجي: التفاعل بين المكونات والخصائص والأحداث، حيث أن أي تغير في أي من المكونات يؤثر على المكونات الأخرى. يبقى خصائص أي نظام إنتاجي إن أي مكونات جواه أو أي حاجة فيه بتتفاعل، التفاعل بين المكونات ديت أي تغيير فيها بيأثر على المكون الآخر. يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات. أي نظام إنتاجي لازم يبقى ليه مدخلات، فيه بروسيس عمليات يطلع منه أوتبوت مخرجات. كل نظام أصلي يتكون أو أساسي يتكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية. بيتسم كل نظام من الأنظمة بأنها له هدف. بيحتاج النظام الإنتاجي إلى تخزين الطاقة والموارد لتحقيق الاستمرارية. بقى خصائص أي نظام إنتاجي: بيبقى فيه تفاعل بين المكونات، أي تغيير في أي من المكونات بيأثر على المكونات الأخرى، بيتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات. كل نظام أصلي ليه بيكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية. كل نظام ليه هدف. يحتاج النظام الإنتاجي لتخزين الطاقة والموارد لتحقيق الاستمرارية. وظائف إدارة الإنتاج والعمليات: إيه هي الوظائف بتاعت إدارة الإنتاج والعمليات؟ أول حاجة تصميم وتطوير المنتج، يقصد به أن يقوم صاحب المشروع الريادي بتصميم المنتج في ضوء متطلبات العملاء وتوقعاتهم، أو ابتكار منتج جديد تماما أو خدمة غير موجودة أصلا. تاني حاجة التقسيم الداخلي للمشروع، يقصد به الترتيب الداخلي للمعدات والآلات. ويعد هذا التقسيم الداخلي هام جدا، حيث أنه من الممكن أن يتم الترتيب بالشكل الذي يسهل تدفق الأفراد والمواد بما يقلل التكلفة ويعظم الاستفادة من التسهيلات. وهناك عدة اعتبارات يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تحديد التقسيم الداخلي للمشروع. التقسيم الداخلي للمشروع اللي هو اللاي اوت، ان انا بنظم مثلا المعدات او سير الافراد ما بين المعدات والالات، بحيث ما يبقاش فيه حاجات تعرق سير العمليه الانتاجيه. يعني مثلا لو الانتاج دوت هيخش اول حاجه على مكنه الف، يبقى اذا بعدها هحط مكنه ب، يبقى فيه تدفق ما بين يعني من المكنه الف لمكنه ب لمكنه جيم. لازم ارتب بترتيب يناسب العمليه الانتاجيه، وفي نفس الوقت يبقى في أماكن إن أنا أقدر العمال عندي يتحركوا وسط المكن والآلات. يعني فلازم أعمل تصميم كويس أو ترتيب الداخلي للمعدات والآلات يبقى فيه أخطط ليه. يعني في عدة اعتبارات باخدها في الاعتبار وأنا بعمل تقسيم داخلي للمشروع. أول حاجة لابد من ترتيب الآلات والمعدات بطريقة تحقق التدفق والكفء والفعال للإنتاج.
يجب أن يستوعب التقسيم الداخلي كل المساحة المتوفرة وأن يستفيد من الظروف الطبيعية للمكان. يجب أن يتيح التقسيم الداخلي الاستفادة من الآلات والمعدات. يجب أن توضع الآلات والمواد الخام والبضاعة بطريقة يسهل الوصول إليها يسهل الوصول إليها. يجب أن يراعي التقسيم الداخلي النظرة الجمالية. طبعا ده بيختلف حسب طبيعة المشروع، هل هو خدمي أو يقدم منتجات. بالتالي المشروعات الخدمية لها طبيعة خاصة بها، إلا أن هناك نوعين من التقسيم يمكن استخدامهما بالنسبة للمشروعات الخدمية. أول حاجة مشروعات الخدمات التجارية كالفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، وهنا لابد من الاهتمام بالمظهر والديكور لإرضاء العميل. أنا لو هقدم مشروعات خدمات تجارية لازم زي الفنادق والمطاعم لازم أهتم بالشكل الجمالي لإرضاء العميل. لو النوع التاني زي المشروعات اللي بتقدم خدمات للعميل ولا يرى فيها العميل كيف تؤدى الخدمة، زي خدمات التنظيف الجاف أو ورش الإصلاح والصيانة، فهنا يستلم العميل المنتج بعد أن تؤدى الخدمة ويأتي فقط للاستلام. يبقى التقسيم الداخلي برضو هيختلف في المشروعات الخدمية حسب نوع الخدمة اللي بقدمها. هل الخدمة ديت تجارية زي الفنادق والمطاعم لازم العميل هيبقى موجود أثناء تقديم الخدمة، بالتالي أنا هنا لازم أهتم بالمظهر والديكور لإرضاء العميل. لو الخدمة التانية مش لازم العميل يبقى موجود فيها زي خدمات التنظيف الجاف أو ورش الإصلاح والصيانة، هنا بيستلم العميل بس المنتج النهائي وخلاص، الخدمة بتتقدم له ومش بيشوفها، فمش ههتم بالشكل قوي. يعني احنا بنتكلم على وظائف إدارة الإنتاج والعمليات، ايه الوظائف اللي بتقومها إدارة الإنتاج والعمليات؟ قلنا أول حاجة تصميم وتطوير المنتج، تاني حاجة التقسيم الداخلي للمشروع، تالت حاجة تخطيط وجدولة الإنتاج، رابع حاجة إدارة المخزون، خامس حاجة الرقابة على الجودة. طيب تخطيط ورقاب وجدولة الإنتاج هي عملية ترتيب وتحسين وتوزيع أعباء العمل في العملية الإنتاجية، ويتم استخدام جداول لتخصيص موارد التصنيع والآلات وتخطيط العمالة وعمليات الإنتاج، ويكون الهدف الأساسي منها تقليل وقت وتكاليف الإنتاج، حيث أنها تحدد الأوقات التي تبدأ فيها وتنتهي كل عملية، أو بمعنى آخر تسلسل العمل. خامس حاجة إدارة المخزون، وفيها يتم الرقابة على المخزون واستقبال المخزون وتخزينه ونقل المنتج النهائي. سادس حاجة الرقابة على الجودة، وفيها يتم تحديد معايير الجودة المناسبة والرقابة على مستوى الجودة وهل تتطابق مع المعايير التي تم تحديدها مسبقا أم لا، وكيف سيتم التعامل مع الوحدات أو المنتجات غير المطابقة للمعايير. يبقى أنا هنا اتكلمنا على وظائف إدارة الإنتاج والعمليات، قلنا أول حاجة تصميم وتطوير المنتج، تاني حاجة التقسيم الداخلي للمشروع، تالت حاجة تخطيط وجدولة الإنتاج، رابع حاجة إدارة المخزون، خامس حاجة الرقابة على الجودة. أو بعد كده نتكلم على أنواع النظم الإنتاجية. يبقى أنا كل دوت كنا بنتكلم على الأساليب، أفضل الأساليب لإنشاء المشروع. تاني حاجة اتكلمنا على الشكل القانوني المناسب للمشروع. تالت حاجة اتكلمنا على اختيار الموقع المناسب للمشروع. بعد كده دخلنا نتكلم على نوع الخدمات أو المنتجات اللي هيقدمها المشروع نفسه، وأنواع النظم الإنتاجية المناسبة، واتكلمنا على وظائف إدارة الإنتاج والعمليات. بعد كده نتكلم على أنواع النظم الإنتاجية. أول حاجة عندي النظم الإنتاجية اللي بتركز على العمليات، بيكون فيها الإنتاج وفقا للمواصفات التي يطلبها العميل، ولكل عميل مواصفات مختلفة، ولهذا يختلف المنتج النهائي. دي بقدم منتج في الآخر كاستومايزد حسب مواصفات كل عميل. في هذه النظم يكون الطلب متقطع وليس مستمرا طالما أن المنتج ليس متطابق،
يعني ايه طلب متقطع او انتاج متقطع او انتاج مستمر؟ انتاج متقطع اللي هو انا بنتج قطعة واحدة او قطعتين حسب طلب العميل. مستمر اللي انا بنتج كميات كبيرة مرة واحدة بنفس المواصفات، ده اسمه مستمر. المكن مش شغال باستمرار بينتج لي كميات كبيرة، اللي هو اسمه الانتاج الكبير يعني بمواصفات واحدة يعني. يبقى هنا أنا بيكون الإنتاج في نظم الإنتاجية اللي بتركز على العمليات دي بتبقى حسب طلب العميل كاستمايز، بتبقى الإنتاج فيها الطلب متقطع وليس مستمر. تتميز هذه النظم بمرونة المسارات، وذلك كي تستطيع تلبية الطلبات المختلفة. يبقى عندي في مرونة زي ورش تصنيع الملابس حسب مواصفات العميل. مزايا النظم الإنتاجية حسب العمليات، أول حاجة المرونة العالية في المكان والأفراد، تاني حاجة استثمار قليل من المعدات والآلات، تالت حاجة اكتساب الخبرة للأفراد، فالمشرفين تصبح لديهم المعرفة التامة والعالية بالأعمال التي يشرفون عليها. تنوع الأعمال يزيد رضا العاملين خاصة الذين يحبون تغيير أعمالهم، مفيش نمطية يعني. عيوبه تعقد عملية التخطيط ومراقبة الإنتاج لوجود أعداد كبيرة من المنتجات، دي صعب إن نعمل فيها تخطيط وجدولة للإنتاج. تحتاج عمالة ماهرة ذات خبرة مما قد يتطلب أجور أعلى. انخفاض الإنتاجية لأن كل وظيفة تختلف عن الأخرى. يبقى أول نظام عندي النظم الإنتاجية اللي بتركز على العمليات. تاني نظام عندي نظم الإنتاج اللي بتركز على المنتج، دي على عكس نظم الإنتاج اللي بتركز على العمليات. هنا نظم الإنتاج بتركز على المنتج، يكون فيها الإنتاج نمطي وبكميات كبيرة، وبالتالي هيبقى الإنتاج مستمر. تعتمد على الآلات والأجهزة المتخصصة. يعد التخزين عنصر هام في هذه النظم الإنتاجية لضمان استمرارية الإنتاج. هنا بيبقى الطلب مستمر لأن الإنتاج كبير بنفس المواصفات، زي خط إنتاج وتعبئة زجاجات المياه بنفس المواصفات، بقى بنتج لزجاجة المياه ديت بنفس المواصفات لأن بكميات كبيرة ولازم أخزنها، ودي محتاجة آلات متخصصة. بقى مزاياها تقليل تكلفة المواد، تقليل الوقت الكلي للإنتاج والعمليات، سهولة التخطيط ورقابة الإنتاج، سهولة تعليم العاملين لأنهم متخصصين في أداء عمليات محددة. عيوبها بقى، عيوب اللي هي نظم الإنتاج اللي هي بتعتمد على المنتج، عدم توفر المرونة لتغير مواصفات المنتج، استثمار عدم توفر المرونة لتغيير مواصفات المنتج لأن هي خلاص حاجة ثابتة بمعدات متخصصة. تاني حاجة استثمار كبير في الآلات المتخصصة، أي تعطيل في أي مكان سيترتب عليه توقف الإنتاج بشكل كامل، تكرار العمليات مما قد يصيب العاملين بالملل. تالت حاجة عندي نظم الإنتاج المختلط، وتظهر في حالة من الاثنين، إما أن يكون هناك تعدد في المنتجات ولكن بحجم منخفض، أو أن الصنع متقطع والتجميع يتم حسب الطلب، بصنع بشكل متقطع وبجمع حسب الطلب، ده إنتاج مختلط بقى بين النوعين، في تعدد في المنتجات ولكن بحجم منخفض، أو الصنع بشكل متقطع ولكن التجميع بيبقى حسب الطلب. وكده خلصنا أنواع نظم الإنتاج. في عندي نظم الإنتاج اللي بتركز على العمليات، ودي بتبقى أكتر متوقفة على الإرضاء أو مواصفات العميل حسب الطلب customized، وبيبقى الطلب فيها متقطع، هنا ما بيبقاش محتاجة، بيبقى فيها مرونة أكتر، ما بتسببش ملل للعاملين، ما بيبقاش فيها ملل لأن في ابتكار دايما بيغيروا، في تغيير في الشغل بتاعهم. وفي عندي نظم الإنتاج اللي بتركز على المنتج اللي هي بتبقى بشكل نمطي، بتنتج بكميات كبيرة، بتعتمد على آلات وأجهزة متخصصة، بتهتم أو بعملية التخزين، بيكون الطلب فيها مستمر. في عندي تالت حاجة نظم الإنتاج المختلط اللي بتجمع بين الاتنين. اتكلم رابع حاجة على
مجموعة القرارات المتعلقة بتحديد الأسواق المستهدفة. أنا اتكلمت على كل دوت وأنا بخطط، اتكلمت على عملية المنتجات والخدمات أنا هقدم، ونوع الإنتاج اللي أنا هقدمه إيه، والنظام اللي هعتمد عليه في الإنتاج. رابع حاجة نتكلم على بقى الأسواق المستهدفة اللي أنا هخشها وأقدم فيها المنتج أو الخدمة بتاعتي. تحديد الأسواق المستهدفة واتخاذ قرار بالاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها ليست عملية سهلة، مما يستلزم القيام بالعديد من الدراسات التحليلية لمكونات منظومة السوق. وتضم منظومة السوق عدد من العناصر، هي العميل والمنتجات والمنافسة وبيئة أعمال المشروع. يبقى أنا عندي مكونات السوق، يعني لازم يبقى عندي عميل، في منتج بقدمه، في منافسة، في بيئة أعمال موجودة. يبقى عناصر منظومة السوق، أول حاجة العميل، مفهومه الواسع يعني إيه؟ كل من المستهلك الأخير والمشتري غير النهائي. المستهلك الأخير أو المشتري غير النهائي ده العميل. يعني إيه المستهلك الأخير؟ اللي هو هياخد المنتج هيستخدمه، هي لو مثلا أكل مثلا هياخده ياكله، هيستهلكه على طول. أما المشتري غير النهائي، إن مثلا الشركة مثلا مصنع هياخده شركة تانية يستخدمه عشان ينتج حاجة جديدة، فده مشتري غير نهائي، مش هيستهلك الحاجة، ده هيدخلها في الإنتاج عشان يطلع منها منتج تاني خالص. أما المنتجات تنقسم إلى مجموعتين أساسيين، هما المنتجات الاستهلاكية وعندي منتجات إنتاجية. تضم المجموعة الأولى اللي هي الاستهلاكية السلع المادية اللي هي الميسرة الانتقائية الخاصة أو الخدمات أو الأفراد أو الأماكن أو المنظمات أو الأفكار، بينما اللي هي السلع بقى أو المنتجات الإنتاجية زي السلع الصناعية بأنواعها والخدمات الصناعية. يبقى أنا عندي في عميل العملاء، في عندي مستهلك أخير، في عندي مشتري نهائي غير نهائي، أو المستهلك النهائي والمشتري غير النهائي. أنواع المنتجات، عندي منتجات استهلاكية وعندي منتجات إنتاجية. المنتجات الاستهلاكية اللي هي زي السلع المادية أو الخدمات أو الأفراد. أما السلع الإنتاجية أو المنتجات الإنتاجية زي السلع الصناعية والخدمات الصناعية. لازم برضو من ضمن المكونات بتاعة منظومة السوق يبقى في عندي منافسة. لم تعد المنافسة قاصرة فقط على المنتجات اللي بيقدمها المنافسون من نفس النوع، لكن أصبحت تشمل المنتجات الأخرى التي تشبع نفس الحاجة أو الرغبة، بمعنى أنها يمكن أن تحل محل بعضها البعض. فشركة النقل البري قد تواجه منافسة من شركات الطيران أو السكك الحديدية. نتكلم رابع حاجة على العميل والمنتجات والمنافسة. رابع حاجة البيئة، المكونات السوق، تشمل نوعين، هما بيئة العمل القريبة من المشروع وبيئة المجتمع. بيئة العمل اللي هي القريبة من المشروع زي العملاء والمنافسون والموردون. بيئة المجتمع اللي هم العوامل بقى الخاصة السياسية الاجتماعية الثقافية التكنولوجية الاقتصادية المؤثرة على عناصر بيئة العمل. وتشكل البيئة ككل في النهاية إما فرصا أو تهديدات للصناعة التي سينتمي إليها المشروع. فأنا عندي البيئة بتاعتي بتضم حاجات قريبة من المشروع زي العملاء والمنافسون والموردون وأماكن التوزيع اللي بوزع عليها،
أو بيئة المجتمع اللي هي العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، دي كلها بتأثرلي على المشروع بتاعي. بيتخذ صاحب المشروع اختياراته على ضوء نتائج تحليل السوق التي تنعكس على العديد من أوجه العمل الأخرى في المشروع، كما أنه يحدد مدى وجود حاجة ومكان المشروع في السوق من عدمه. فمن خلال نتائج دراسات احتياجات العملاء المرتقبين واتجاهاتها في المستقبل ومستويات دخولهم بحسب الرغبة بتاعة العملاء والقدرة في ظل البيئة التي يعيشون فيها، يمكن اختيار استراتيجيات دخول الأسواق المناسبة لطبيعة الفئات المستهدفة من العملاء. ويطلق على هذا التحليل STP لأنه يتضمن 3 مراحل أساسية. تبدأ بتجزئة السوق إلى قطاعات اللي هي segmentation، تقسيم السوق أو تجزئة السوق، ثم اختيار القطاعات المستهدفة اللي هي targeting، وأخيرا اختيار القطاعات تحديد الموقع في السوق. يبقى أنا أول حاجة أو يطلق على هذا التحليل أنا بعمل تحليل ال STP اللي هو segmentation targeting positioning. أنا أول حاجة بعمل تقسيم أو تجزئة للسوق، بعمل segmentation، ثم اختيار القطاعات المستهدفة اللي هو targeting، وأخيرا تحديد الموقع في السوق اللي هو position. من خلال اختيار جوانب تميز منتجات المشروع واختلافها عن منتجات الآخرين بهدف إشباع حاجات القطاعات المستهدفة المختارة، وهو ما يستلزم تفهم طبيعة الصناعة التي سيدخل المشروع إليها. يبقى احنا هنا اتكلمنا على البيئة أو منظومة السوق، عناصرها العميل عندي مستهلك نهائي ومشتري غير نهائي، والمنتجات عندي منتجات استهلاكية وإنتاجية، المنافسة عندي فيها مش بتبقى بس قاصرة على المنافسين اللي هم المباشرين ليا، ولكن بتبقى برضو حسب المنافسين ليا في نفس المجال. مثلا اتكلمنا على البيئة، هل هي الخاصة ببيئة العمل يعني بتشمل الاتنين، بيئة العمل اللي قريبة من العمل بتاعي أو من المشروع زي العملاء والمنافسون والموردون، وبيئة المجتمع بقى. بعد كده بعمل تحليل وأنا داخل مرحلة البيئة ديت، بعمل تحليل اللي هو STP، إن أنا بعمل تجزئة للسوق وبعمل اختيار للقطاعات المستهدفة وبحدد الموقع المناسب ليا اللي هو البوزيشنينج. من خلال اختيار جوانب متميز منتجات المشروع واختلافها عن منتجات الآخرين بهدف إشباع حاجات القطاعات المستهدفة المختارة، وهو ما يستلزم تفهم طبيعة الصناعة التي سيدخل المشروع إليها. خامس حاجة هنتكلم على مجموعة القرارات المتعلقة بالموقع الإلكتروني للمشروع. بعمل برضو لازم أعمل موقع إلكتروني للمشروع، فعلى رائد الأعمال أن يتخذ قرارا بمدى استفادته من هذه التكنولوجيا. فهل ستصبح الأعمال الإلكترونية هي الأسلوب الذي سيتبعه المشروع عند دخوله للسوق، أم ستقتصر الاستفادة منها على نشاط التسويق فقط أو لمجرد التواصل مع الآخرين؟ ففي بعض المشروعات بتبقى هي أصلا قايمة إنها زي ما قلنا الأعمال الإلكترونية قايمة على كده، ملهاش حاجة مادية، ملهاش مكان مادي. وفي أعمال تانية لأ، مجرد بس بيبقى عندها بيج باسم الشركة بتاعها أو المشروع بتاعها، مجرد بس التواصل مع الآخرين والتسويق للمشروع، يعني مش بس مش عشان البيع يعني، ده بس لمجرد الإعلان عنه والتسويق. يبقى أنا في مرحلة الموقع الإلكتروني دوت، هل بيقرر هل الاستفادة من الأعمال الإلكترونية ديت هي مجرد بس إن هو قائم فعلا على الأعمال الإلكترونية، ولا بس بيستخدمها بس لموضوع الترويج للمشروع بتاعه؟ سادس حاجة نتكلم على القرارات المتعلقة باختيار استراتيجيات الأعمال وتنفيذها. في هذه المرحلة يكون على رائد الأعمال اتخاذ قرار بالاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق أهداف المشروع.
ويجب دراسة أمرين عند اختيار الاستراتيجيات المناسبة، هما كيفية تنفيذها وكيفية متابعتها وقياس نتائجها وتقييمها. ويمكن الاستعانة بأسلوب الهرم، أسلوب الهرم المكون من 3 مستويات لتحديد الاستراتيجيات وطرق تنفيذها، وذلك على النحو التالي: بأول حاجة يبقى عندي استراتيجية، تاني حاجة الاستراتيجية دي بتبقى طويلة الأجل، ايه التكتيكس اللي أنا هعتمد عليه، بتبقى دوت متوسط الأجل شوية، وبعد كده ايه البرنامج المحدد اللي أنا هعتمد عليه لتنفيذ الاستراتيجية ديت. طبعا الاستراتيجية هنا بتبقى الإدارة العليا هي المتخصصة بوضعها، يعني التكتيكس بتبقى الإدارات المتوسطة، البرنامج اللي بينفذه بقى الإدارة اللي هي الدنيا أو الصغرى. وتعرف الاستراتيجية بأنها مرشد أو طريق سنسلكه نحو المستقبل، ويرى البعض الآخر أنها نهج أو نقطة تركيز أو نمط يتأثر في السلوك مع مرور الوقت. على سبيل المثال، يمكن أن نطلق على الشركة التي تسوق منتجات غالية الثمن بأنها تستخدم استراتيجية ذات سقف مرتفع، كما نصف رائد الأعمال الذي يقبل دائما على نوعية أعمال متحدية بأنه يستخدم استراتيجية عالية المخاطرة. ولتوضيح المقصود بعناصر هذا الهرم، سنعطي مثالا بالتطبيق على متجر للحاسبات الآلية. أول حاجة الاستراتيجية فيها بناء علاقة طويلة الأجل مع العملاء. التكتيك بتاعي طرق أو أساليب الاستراتيجية لتحقيق زيادة الشبكات المقدمة وتدريب الأعمال والدعم الفني. الطرق اللي هستخدمها والأساليب اللي هستخدمها لتنفيذ الاستراتيجية ديت. أما البرنامج دي عبارة عن أنشطة محددة بتاريخ وصلاحيات وميزانية محددة، زي برنامج تحميل الخدمات، برنامج تدريب على الشبكات، ورشة العمل. يعني أنا عندي الاستراتيجية دي بتبقى علاقة طويلة الأجل مع العملاء، بعمل استراتيجية طويلة الأجل. التكتيك دي الطرق والأساليب اللي أنا هستخدمها عشان أنفذ الاستراتيجية. البرنامج ده بيبقى بشكل محدد أكتر وبليه تاريخ محدد لتنفيذه، ومين اللي هينفذه، ليه كل حاجة متحدد فيه، كل حاجة الأنشطة اللي هتتم بالظبط عشان تحقق الاستراتيجية ديت بالوقت المحدد في التاريخ المحدد، مين اللي هيعملها، وهكذا. أهم مزايا هذا الهرم تحقيق التكامل والتنظيم، فإذا كانت الاستراتيجية تركز على شيء محدد كبناء العلاقات مع العملاء، فلا بد أن تكون قادرا على تحويلها إلى تكتيكس قابلة للتنفيذ، مع تحديد أولويات الإنفاق والأنشطة الفعلية التي سيؤدي القيام بها إلى بناء علاقة جيدة. ويجب التأكد من أن الهرم المخطط هو الذي يمكن من خلاله تحقيق الهدف المرجو، وإلا يجب تعديله باستراتيجية بديلة. يبقى احنا كده خلصنا الفصل الخامس، اللي كنا بنتكلم فيه على أو كان خاص بيه المرحلة الثالثة لمراحل إدارة المشروع الصغير، اللي هي مرحلة وضع خطة الأعمال. وفي خطة الأعمال ديت لازم بحدد 3 حاجات أو باخدهم في الاعتبار. وأنا بعمل خطة الأعمال لازم أخد في الاعتبار إيه هو الأسلوب المناسب لإنشاء المشروع وممارسة الأعمال. تاني حاجة لازم أخد في الاعتبار الشكل القانوني المناسب للمشروع. تالت حاجة لازم أخد في الاعتبار الموقع المناسب للمشروع. اتكلمنا على أفضل طرق أو أساليب لاختيار المشروع المناسب، وآخد قرار مناسب في إن أنا أفضل أسلوب أستخدمه لإنشاء مشروع. عندي قلنا في عندي 6 أساليب: شراء مشروع قائم بالفعل، إنشاء مشروع جديد، الحصول على حق امتياز، العمل من المنزل كمتعاقد مستقل، الالتحاق بحاضنة أعمال، الأعمال الإلكترونية. دي كلها 6 أساليب ممكن أختار من ما بينها لإنشاء، أو أختار النوع المناسب لإنشاء المشروع الصغير.
بيتوقف اختيار البديل المناسب على مزايا وعيوب كل أسلوب، وده اللي احنا عرفناهم قبل الشرح، مزايا وعيوب كل مشروع وطبيعة المشروع دوت وظروف صاحب المشروع. اتكلمنا أول حاجة عن شراء مشروع صغير قائم، مزايا وعيوبه، وحددنا هنا بنحدد السعر المعروض للبيع في المشروع القائم بناء على ان انا بعمل تقييم للمشروع وتقدير العرض الخاص، بعد كده بعمل عملية التفاوض، بعد كده بعمل عملية التعاقد. طيب اثناء ما انا بعمل تقييم المشروع وتقدير العرض بعمل 3 خطوات او 4 خطوات. اول حاجة لازم ادرس اسباب بيع المشروع، هل هي قهرية ولا اختيارية؟ بعمل تقدير القوة الإيرادية للمشروع، الإيرادات اللي هو بتجيبها قد إيه. بعمل تقدير للقيمة السوقية المتوقعة للمشروع، بحسبها من خلال إن أنا بقسم حجم الإيرادات المتوقعة على معدل العائد للاستثمار، ومن خلالها بقدر أحدد بناء على أعلى قيمة سوقية للمشروع بختار المشروع المناسب. وفي الآخر بعمل تقييم للمشروع بناء على إن أنا بحدد قدامي أو بعرض قدامي كل البيانات اللي أنا حددتها ديت، بعمل تقديري أنا للمشروع دوت يجيب تمنه قد إيه، تقديري الخاص بيا أنا. تاني حاجة بعمل تقدير الخبراء. تالت حاجة بحط قدامي السعر الحالي للمشروع في السوق. رابع حاجة بحط السعر اللي بقى عرضه البائع، وقرر بناء عليه انا هختار المشروع دوت ولا لا، واللي هختاره لازم بعد كده اخش بقى على مرحلة التفاوض وبعد كده مرحلة التعاقد. خدنا بعد كده انشاء مشروع صغير جديد وعرفنا مزاياه وعيوبه، وتالت حاجة الحصول على حق الامتياز وعرفنا حقوق كل طرف الحاصل على الامتياز والمانح للامتياز لحقوق ومزايا وعيوب كل اللي هي الطريقة ديت. وقلنا بعد كده العمل من المنزل كمتعاقد مستقل، انا مش عايزه اشتغل في شركه عند حد، انا عايزه انا اعمل لي مشروع خاص بيا مستقل، مش عايزه اتعامل مع حد، ليها مزايا وعيوب برضو. قلنا مزاياها ان هي مزايا التعاقد المستقل دوت، المتعاقد المستقل، الاستقلاليه الكامله ان انت مدير نفسك، لذلك يناسب الشخصيات اللي بدافعها الاساس الاستقلال. التحكم الكامل في اعمالك، فلا يجوز للشركات التي قد تقدم لها خدمات ان توجهك كاحد العاملين او ان تحدد لك مواعيد عملك، فحقهم يرتبط فقط بمواعيد التسليم المتعاقد عليها. إذا أردت زيادة دخلك فعليك بالبحث عن مزيد من العمل وتجويد أدائك له، تحقق دخل أعلى من الوظيفة، حيث تحقق زيادة تتراوح من بين 20 ل 40% مقارنة بالموظفين اللي بيؤدوا نفس عملهم، تدفع ضرائب دخل أقل من الموظفين. عيوبها بقى إن أنت بدون عمل، فبدون عمل لا دخل، مفيش دخل، لو أنت ما اشتغلتش مش هيبقى ليك دخل. فقد مزايا وأمان الوظائف الثابتة زي التأمين الصحي والمعاشات وغيرها إلا لو قام بشراء هذه المزايا. عدم التعويض عن إصابة العمل من قبل الشركة التي تؤجر خدماتك، فقانون العمل لا يحمي هذه الفئة. المسؤولية غير المحدودة تجعل الفشل يفقدك كل ما تملك، لأنك يجب أن تسدد أي ديون عليك من أملاكك الخاصة. المخاطرة في حالة عدم قيام المخاطرة في حالة عدم قيام العميل بالسداد. بعد كده اتكلمنا على الالتحاق بحاضنة أعمال، وبعد كده اتكلمنا على الأعمال الإلكترونية الصغيرة، خلصنا الأساليب الأفضل، الأساليب المناسبة لإنشاء المشروع. بعد كده اتكلمنا على الشكل القانوني المناسب للمشروع اللي هو بيختلف حسب طبيعة وحجم المشروع وعدد الملاك،
وان انا عندي مشروع فردي وفي عندي مشروع اللي هو الشركات اللي هي شركات الاموال وشركات الاشخاص. كل شكل من الشركات دوت ليه قانون خاص بيه، وفي عوامل بتأثر على قرار اختيار الشكل القانوني المناسب حسب درجة الخطر المتوقعة، مصاريف وإجراءات إنشاء واستمرار الشكل القانوني، الحاجة لزيادة الاستثمارات. بعد كده اتكلمنا على اختيار الموقع المناسب. وقلنا إن الموقع دوت أساس أو قرار استراتيجي طويل الأجل وأساس نجاح، أو يعني في مشروعات بتبقى نجاحها مرتبط بالموقع، موقع المشروع. وقلنا إن في لازم 4 أسئلة لازم ناخدها في الاعتبار كرائد أعمال وأنا بقرر هختار الموقع ده ولا لأ. هل يمثل الموقع أحد مفاتيح نجاح المشروع؟ إيه هي المواصفات الواجب توفرها في الموقع المميز؟ قيمة الإيجار؟ الموقع المقترح مناسب للأغراض المخططة له ولا لا؟ بعد كده اتكلمنا على تأثير طبيعة المشروع على قرار اختيار الموقع. اتكلمنا حسب مستويات الاختيار: المحافظة، ثم المدينة، ثم الحي، ثم الموقع المحدد. اتكلمنا حسب بدائل الاختيار اللي هي هل هو صناعي ولا تجاري ولا خدمي، ولكل واحد ليه مزاياه. المناطق الصناعية المخططة بتناسب المشروعات الصناعية وليها مزايا وعيوبها. في وسط المدينة برضو ليها مزايا وعيوبها بتناسب المشروعات التجارية والخدمية. المراكز التجارية برضو داخل وخارج المدينة بتناسب المشروعات التجارية والخدمية. اتكلمنا بعد كده على مجموعة القرارات المتعلقة بخدمات ومنتجات المشروعات. اتكلمنا على طبيعة نظام الإنتاج، هل هو نظام إنتاج مستمر ولا نظام إنتاج متقطع. خصائص النظام الإنتاجي، لازم أي نظام يبقى عندي فيه مدخلات وعمليات ومخرجات، وأي نظام أصلي يتكون من أنظمة فرعية، وكل نظام ليه هدف، وأي حاجة هتتغير في مكون من المكونات هيأثر على المكونات الأخرى. كنا عن وظائف إدارة الإنتاج عندي قلنا تصميم وتطوير المنتج. تاني حاجة اتكلمنا على التقسيم الداخلي للمشروع وأهميته. اتكلمنا بعد كده على وظيفة تخطيط وجدولة الإنتاج ووظيفة إدارة المخزون. اتكلمنا على وظيفة الرقابة على الجودة. بعد كده اتكلمنا على أنواع النظم الإنتاجية. في عندي النظم الإنتاجية اللي بتركز على العمليات، ودي ممكن يجي فيها أسئلة هل نظام الإنتاج، يعني مثلا سؤال صح وغلط، مثلا نظام الإنتاج اللي بيركز على العمليات يتميز بالمرونة وإن الطلب مثلا متقطع، طبعا عبارة صحيحة، وإن هو بيقوم على مواصفات العميل، العبارة صحيحة. طيب لو قالك إن هو لا يتسم نظام الإنتاج اللي بيركز على العمليات بالمرونة والنظام الإنتاج أو الطلب فيه مستمر وبيعتمد على المنتج، يبقى العبارة غلط. كده هنتكلم على نظام الإنتاج اللي بيركز على المنتج اللي هو بيتميز بإن الإنتاج مستمر، الطلب مستمر عليه ومفيش مرونة، المنتج نمطي. الطلب عليه مستمر والإنتاج كبير فيه ونمطي. ممكن يقول لك من مزايا النظام الإنتاج اللي بيعتمد على العمليات إن هو بيقلل تكلفة المواد وتقليل الوقت الكلي للإنتاج وسهولة تخطيط ورقابة الإنتاج. نقول طبعا العبارة غلط، لأن هو بيعتمد على كل عميل هو عاوز إيه، وبالتالي دي حاجة مكلفة ومش هنعرف فيها نعمل فيها عملية تخطيط أصلا للإنتاج، يبقى العبارة غلط. ودي كده الصح بتاعها اللي هو نظم الإنتاجية حسب المنتج. ممكن يقولك تتميز نظم الإنتاج
اللي هي حسب المنتج بأنها فيها درجة عالية من المرونة وبها استثمار كبير في الآلات المتخصصة. هنقول غلط طبعا، لأن هي ما فيهاش أي نوع من أنواع المرونة، دي حاجة نمطية وبتسبب ملل للعاملين فيها. وفي عندي نظم الإنتاج المختلط اللي هو بيقوم على الاتنين. طيب ممكن يقولك نظم الإنتاج المختلط هي النظم التي تعتمد على الإنتاج بشكل نمطي وبها درجة عالية من المرونة، ويعني يعرف لك مثلا نظام تاني في نظام، يعني مثلا هو هيلخبطك في الأسئلة من النوع دوت، اللي هو مثلا يلخبطك من نظام الإنتاج اللي هو حسب العمليات، ولا نظام الإنتاج اللي هو حسب المنتج، ونظم الإنتاج المختلط. بعد كده اتكلمنا على القرارات المتعلقة بتحديد الأسواق المستهدفة، واتكلمنا على السوق دوت إن هو ليه منظومة عناصر منظومة السوق. أول حاجة عندي العميل، في عندي مستهلك أخير اللي هو المستهلك النهائي، والمشتري غير النهائي، عندي بعد كده المنتجات، في عندي منتجات استهلاكية ميسرة انتقائية وخاصة اللي هي المادية، والمنتجات الإنتاجية اللي هي السلع خاصة بالسلع الصناعية، وعنصر المنافسة، وعندي عنصر البيئة. وعنصر البيئة ده بيضم بيئة العمل القريبة من المشروع زي العملاء والمنافسون والموردون، وبيئة المجتمع اللي هم العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية اللي بتأثر لي على عناصر بيئة العمل. والبيئة دي ممكن تشكل لي في الآخر إما فرص أو تهديدات للصناعة اللي بينتمي ليها المشروع. وهنا بعمل قلنا تحليل اسمه STTB اللي هو Segmentation Targeting Positioning، و اللي هو عبارة عن تجزئة السوق واختيار القطاعات المستهدفة وتحديد الموقع في السوق. اتكلمنا على بعد كده على القرار الخاص بالموقع الإلكتروني للمشروع، هل هيقتصر الاستفادة منه على نشاط التسويق فقط أو لمجرد التواصل مع الآخرين، ولا ستصبح الأعمال الإلكترونية هي الأسلوب اللي هيتبعه المشروع عند دخوله للسوق. بعد كده اتكلمنا على مجموعة القرارات المتعلقة باختيار استراتيجيات الأعمال وتنفيذها. اتكلمنا على ان الاستراتيجية دي عند اختيارها لازم اهتم اوي بكيفية تنفيذها وكيفية متابعتها وكيفية قياس نتائجها لتقييمها. واستعنا بالهرم اللي بيتكون من 3 حاجات اللي هو الاستراتيجية، التكتيك، البرنامج. قلنا الاستراتيجية دي اللي هي حاجة طويلة الأجل بترشدنا، وبعد كده التكتيكس ديت عبارة عن الطرق أو الأساليب اللي هتبعها لتنفيذ الاستراتيجية دي، والبرنامج دوت اللي بيبقى حاجة محددة بالزمن بالوقت بالظبط أنا هنفذ إيه والأنشطة اللي أنا هنفذها. وأهم مزايا هذا الهرم قلنا تحقيق التكامل والتنظيم، فإذا كانت الاستراتيجية بتركز على شيء محدد كبناء العلاقات مع العملاء، فلا بد أن تكون قادرا على تحويلها إلى تكتيكات قابلة للتنفيذ مع تحديد أولويات الإنفاق والأنشطة الفعلية التي سيؤدي القيام بها إلى بناء علاقة جيدة. ويجب التأكد من أن الهرم المخطط هو الذي يمكن من خلاله تحقيق الهدف المرجو، وإلا يجب تعديله باستراتيجية بديلة. الفصل الجاي إن شاء الله هنتكلم على الفصل السادس بقى، اللي هنخش في المرحلة الرابعة لمراحل دورة حياة المشروع الصغير اللي هو بدء التأسيس والتجهيز.
اللي هو الفصل السادس، وده أعتقد إن الدكتورة هند قالت لكم إن هي المقرر عليكم لحد الفصل السادس. وبعد كده هنبقى إن شاء الله نتقابل في المراجعة النهائية، إن شاء الله نتقابل في المراجعة النهائية هكون معاكم فيها يعني. إن شاء الله نشرح فيها الست فصول تاني وناخد عليهم بقى أسئلة، ونشوف إيه هيبقى الامتحان عبارة عن إيه ومكونات الامتحان وكده، وناخد أسئلة مع بعض ونطبق يعني. هنرجع من الأول تاني الفصل بقى الأول ومكوناته، وناخد أسئلة عليه، والفصل التالت ومراحل دورة إعداد المشروع من الأول، ونبدأ في أول مرحلة اللي هو التأكد من توافر خصائص رائد الأعمال وتوليد ودراسة فكرة المشروع الفصل التالت والرابع، وهنعمل أسئلة بقى على الفصل الخامس ده عشان ما عملناش عليها أسئلة قوي، وبعد كده ناخد برضو أسئلة على الفصل السادس. إن شاء الله أشوفكم على خير في المراجعة النهائية.